خبر غريب ومفزع انتشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث عن سقوط طائرة مصرية بجميع ركابها. بالطبع الخبر أثار ضجة كبيرة، ولكن وزارة الطيران المدني خرجت ببيان عاجل لتوضيح حقيقة الخبر المتداول، والذي سنستعرضه الآن مع حضرتكم من خلال هذه التغطية. نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، مطالبة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين، وضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني. ونعيد على حضراتكم مرة أخرى بيان وزارة الطيران. نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، مطالبة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين، وضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني. وأيضا نذكر حضراتكم أنه منذ أيام قليلة كانت تعرضت معظم مطارات العالم لأعطال تقنية تسبب في تعطل حركة الطيران في العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا والعديد من دول أوروبا. وتبين بعد ذلك أن العطل تسبب فيه نظام كراود سترايك للأمن السيبراني، والتي أعلنت عن وجود عطل في النظام ما تسبب في حدوث تلك الأزمة الكبيرة. أما عن وزارة الطيران المدني المصرية وقت حدوث تلك الكارثة، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول وأثره على حركة الطيران، وذلك نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم. وأكدت وزارة الطيران في بيان لها أن جميع المطارات المصرية كانت تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها. وقال مصدر إنه بمجرد حدوث العطل التقني تشكلت غرفة عمليات في وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار سامح الحكمي وزير الطيران، وجرى عمل مناورة من خلال الموظفين في مطار القاهرة والتعامل يدويا مع الحقائب للتحرك للجهات الخاصة بها لتلافي الخلل الذي حدث، لافتا إلى أن ما حدث نتيجة لنظام المتابعة هي عدد الرحلات التي تأثرت التي لا تزيد عن 15 رحلة من أصل 609 رحلة على مدار 24 ساعة. وفي حالة حدوث أي اختراقات أو تعطل لبرنامج جو ناو المستخدم في تنظيم سفر حقائب الركاب، يتم اللجوء إلى برنامج آخر احتياطي، وإذا تعطل الاحتياطي أيضا يتم التعامل يدويا وإرسال بريد إلكتروني يشمل أرقام الحقائب وأسماء الركاب ويرسل إلى مطار الوجهة التي تسافر إليها الطائرة. وإلى هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. كانت معكم مريم كمال من موقع صدى البلد، شكرا لكم، إلى اللقاء.